تقبلوا المشاهدين الكرام أجمل تحية وأهلا بكم إلى موعد النشرة الجوية لسبعة دولة. فإن شاء الله الأجواء حتحسن تقريبا كل المدن الشمالية، ضغط جوي مرتفع يبقى يدوم متمركز دائما بالجهة الشمالية، راح يتسبب في أجواء صافية مشمسة بشمال بوسط وحتى بأقصى جنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى خلال الصباح إن شاء الله تبقى منخفضة نوعا ما في الصباح الباكر، خاصة بالمدن الداخلية انطلاقا من مرتفعات تبسة خنشلة باتنا إلى غاية مرتفعات تسمسيت وتيارت، وين ننتظر حرارة ما بين 6 درجات و7 درجات و9 درجات على تقريبا كل هذه المدن. أما قرب المدن الساحلية حرارة ما بين 13 درجة و17 درجة يسجلوها انطلاقا من عنبة القالة إلى غاية وهران مرن بالعاصمة. 17 درجة أيضا راح يسجلوها بمدينة تندوف، هذا بالنسبة للجنوب الغربي الجزائري. 15 درجة بالنسبة للجنوب الشرقي الجزائري وتحديدا بعين مناص. وحرارة ما بين 10 درجات و17 درجة راح يسجلوها بمرتفعات الهوغار والطاسيلي. خلال الظهيرة إن شاء الله لا شيء جديد يذكر، نبقى نسجل أو نبقى نستمتع بأجواء مشمسة أعتقد من كل أرجاء الوطن شمال وسط وحتى بأقصى جنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى هي الأخرى حتشهد ارتفاع طفيف، ارتفاع طفيف خاصة قرب المدن الساحلية. على سبيل المثال راح نسجل 26 درجة بمدينة وهران، 25 درجة بالعاصمة، 22 درجة بعنبة حتى بالقالة. أما بالمرتفعات حرمة بين 15 درجة و17 درجة، هذا بالنسبة للمرتفعات الشرقية انطلاقا من مرتفع تبسة إلى غاية مرتفعات البرج. أما على الخط الرابط ما بين تسمسيت تيارت إلى غاية نعامة وحتى بسيدي بالعباس وتلمسان حرمة بين 20 درجة و24 درجة، إذا لاحظ مرتفعة نوعا ما بالنسبة للغرب الجزائري. 26 درجة أيضا بمدينة تندوف، 20 درجة ببشار، هذا بالنسبة للجنوب الغرب الجزائري. حرمة بين 26 درجة و30 درجة راح تسجلوها انطلاقا من عين صالح إلى غاية عين قزمح بيقول بأقصى جنوب الجزائري. للملاحة والصيد البحري، إخواني الصيادين مستعملين الملاحة والصيد البحري، نقول لكم نبقى نسجل دائما بحر هادي تقريبا من طول الشاطئ الساحلي، هذا رجع دائما إلى هبوب رياح دائما جنوبية، طارة جنوبية غربية طارة جنوبية شرقية. أما الرؤية راح تحسن إن شاء الله تقريبا من طول الشريط الساحلي، نظن ظروف جيدة أيضا لممارسة الملاحة والصيد البحري. آخر ورقة يختم بها النشرة الجوية هي المعلومات الفلكية. توقيت نسب كالعادة العاصمة وضواحيها. نشكركم على المتابعة، ابقوا معنا ما تروحوش بعيد، اوقات ممتعة مع بقية البرامج على الاقتصادية الأولى. سلام.